بسم الله الرحمن الرحيم. بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وشفعنا حياتنا كلها صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، تعالوا نعيش ونتعايش بقلوبنا وندخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، ونسعد بأسعد ليلة في حياتنا كلها يوم ما ندخل على النبي ونشوف حبيبنا ونسعد بلقياه ونقعد معاه ونتعايش بقلوبنا مع كل لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دي فكرة البرنامج، ان احنا نعيش بقلوبنا حياة النبي، نعيش جوه بيت النبي، نشوف النبي بيعمل ايه، نقلد النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اوعى تنسى التأشيرة، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة، أو الليلة دي بالذات، في موقف عجيب جدا حصل في بيت النبي. وبستأذنكم معلش، يعني حوار معقد هنبدأه من يوم إن شاء الله الثلاث اللي جاي، لسبب بسيط جدا، لأن من يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله هيتغير وقت البرنامج ومدة البرنامج بناء على رغبة حبايبنا وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا. هيبقى معاد البرنامج بتوقيت مصر إن شاء الله الساعة 9:30، ويكون البرنامج بدل ما يكون 50 أو 55 دقيقة هيبقى لمدة 1:30 إن شاء الله. الدرس كله يبقى في مدة 1:30 إن شاء الله للتفاعل مع إخواني وأخواتي من خلال الأسئلة. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. اوعى تنسوا معادنا الساعة 9:30 يوم الثلاث اللي جاي. تعالوا نتعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا داخلين الليلة دي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مشهد عجيب جدا من أعجب المشاهد اللي أنا بسميها أو بسمي الحديث ده بالذات حديث المحب. واحد من الصحابة داخل على النبي، والحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، إن واحد من الصحابة بلغت محبة النبي في قلبه لدرجة لا تخطر على قلب بشر، داخل للنبي وهو لسه كان مع النبي من دقائق معدودة وبيقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. لكن عنده مشكلة: فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. الجنة من غيرك ما تبقاش جنة. عايز يقول له كده: الجنة من غيرك يا رسول الله ما تبقاش جنة. سكت النبي قدام الكلمات الجميلة الرائعة ديت ولم يرد، فنزل القول أو فنزل الرد من عند المولى عز وجل جبريل عليه السلام يتفاعل مع الكلمات ديت، ربنا يبعثه بتلك الآية العظيمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. عشان كده درس الليلة دي بمناسبة ميلاد حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، درس الليلة دي بعنوان: قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نبدأ درس الليلة دي بموقفين أنا عن نفسي جسمي بيأشعر لما بقولهم أو حتى لما بسمعهم. الموقف الأولاني رواه الحاكم بسند صحيح
ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، في اخر غزوة احد بعد من الغزوة خلصت مباشرة، راح جايب زيد بن ثابت وقال له يا زيد التمس لي سعد بن ربيع، دورني على سعد بن ربيع. يا رسول الله انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت كنت هتتقتل دلوقتي يا رسول الله، وسبعين من الصحابة اتقتلوا وانت حزين عليهم حزن شديد جدا، والمأساة كبيرة والخطبة عظيم، يعني لسه بتسأل على بعض الصحابة. النبي ما بينساش حد، النبي عمره ما نسى حد من الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال له التمس لي سعد بن الربيع، فإن وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجده، كيف حالك؟ زيد بن ثابت قعد يدور على سعد بن الربيع، فوجده في الرمق الأخير بيطلع في الروح في آخر لحظة، فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام. يا بختك يا سعد بن الربيع، يا ريتنا احنا مكانك كنا متقطعين حتت، بس النبي بعت لنا السلام صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله السلام، كانه بيقول انا مش مصدق نفسي بقى النبي بعت لي السلام وانا في اللحظه ديت وعلى رسول الله السلام. ثم قال لزيد بن ثابت يا زيد كل قومك الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، اوعى حد فيكم يسيب النبي ينجرح او يحصل له اي حاجه، لا عذر لكم عند ربكم، ربنا مش هيعذركم، لان ما ينفعش تسيبوا النبي وما ينفعش ابدا تتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني ده الموقف الاولاني هديه لرجال الامه وشباب الامه، الموقف الثاني هديه لنساء الامه. في نفس الغزوه النبي راجع، حمزه بن عبد المطلب اتقتل والنبي حزين عليه حزن شديد جدا، وسبعين من الصحابه اتقتلوا والنبي الجرح في قلبه كبير جدا وغائر جدا، والنبي راجع في قمه الحزن وقد انكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي تعب كتير جدا عشان خاطر نبقى مسلمين. ورغم ذلك في مسلمين لحد الآن مش عايزين يعيشوا الإسلام الحقيقي، لحد الآن لسه في بنات مش عايزة تتحجب، لحد الآن لسه في شباب مش عايزين يسجدوا لله، لحد الآن في شباب وفي رجال مش عايزين يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي راجع والجراح مفخنة والدماء مغرقة كل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجع وإذا بامرأة من بني دينار ما نعرفش اسمها لكن ربنا يعرفها وهيكرمها يوم القيامة إن شاء الله. المرأة دي اتقابلت الصحابة فقالت لهم ماذا صنع رسول الله؟ فقالوا لها بخير، ثم قالوا لها قتل أبوك، فسكتت وقالت وما صنع رسول الله؟ ما يهمنيش أبوها اتقتل، المهم النبي عمل إيه. فقالوا لها بخير، ثم قال لها قتل أخوك، قالت وما صنع رسول الله؟ قالوا قتل زوجك، قالت وما صنع رسول الله؟ قالوا قتل ابنك، قالت وما صنع رسول الله؟ أبوك وأخوك وجوزك وابنك الأربعة قتلوا، أغلى الناس. عايزة تقولهم لا ده في أغلى منهم، النبي أغلى من الكون ده كله، وما صنع رسول الله؟ قالوا بخير، قالت أريد أن أراه. فلما ذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء في الدنيا كلها يهون بس انت تكون بخير يا حبيبي يا رسول الله. حاجة موقف عجيب جدا، أنا بقول لك جسم بيأشعر لما أسمع سيرة هذه المرأة الفاضلة اللي اتقتل أبوها وأخوها وجوزها وابنها، ورغم ذلك بتقول مش مهم الكل يموت بس يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده حبيبنا قال كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. لك أن تتخيل مشهد عجيب جدا، في أحد الغزوات النبي بيسوي الصفوف قبل ما يبدأ الجهاد، فماسك عصاية صغيرة وبيسوي الصفوف فبيمررها على أجسام الصحابة عشان كلهم يبقوا صفا واحدا، وفجأة العصايه ديت لمست بطن واحد من الصحابه، كان بطنه مرتفع شويه كده فخبطت في بطنه، النبي ما يقصدش، واذا بهذا الصحابي الجليل اسمه سواد بن غزية، قال له يا رسول الله اقدني منك يا رسول الله، انا عايز اختص منك، انت ضربتني بالعصايه في بطني فانا عايز اختص منك يا رسول الله. وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، اللي لو حط، انا عن نفسي بقول لو حط رجليه على رقبتي كان شرف ليا ولعيلتي، شرف ليا والكل ما يعني للدنيا كلها ان النبي يحط رجليه على رقبنا مش انه يلبس بطننا بعصايه. فقال له اقدني منك يا رسول الله، فاذا بالحبيب المصطفى يرفع اللبس بتاعه من على بطنه ويقول له استقد يا سواد، خد حقك، اقتص يا سواد.
ازاي يا رسول الله؟ قال ان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. سواد بن خزية عمل ايه يا جماعه؟ النبي خبطه بالعصايه في بطن سواد، بيقول له انا عايز اخد حقي منك يا رسول الله. عمل ايه سواد لما النبي كشف له بطنه؟ حضن بطن النبي وقعد يبوس في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول له ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى الجهاد بدأ، وقد يكون هذا آخر عهدي بالدنيا، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف تاني عجيب جدا، سيدنا زيد بن حارثة اللي النبي في يوم من الأيام تبناه وسماه زيد بن محمد، ثم بعد ذلك جاء تحريم التبني فعاد زيد بن حارثة. زيد بن حارثة لما يعني كان في يوم من الأيام خارج مع أمه وصبي صغير، وأغارت عليهم قبيلة وخدته وبعته في سوق عقاظ، واشتراه حكيم بن حزام وادال عمته خديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد لما جوزها النبي راح مديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب حب شديد جدا وعاش معاه أجمل أيام عمره. وقبل بعثة النبي يجي أبو زيد بن حارثة يعرف من خلال بعض الناس اللي شافوه في مكة، عرف مكان زيد بن حارثة، فراح عشان يجيب ابنه وحضر مال كتير، وجاب أخوه معه وراحوا للنبي وقال له يا رسول الله أو يا محمد، كان لسه ما بعث النبي عليه السلام، قال يا محمد أنتم أسياد القوم وأنتم أهل الحرم وأنتم تطعمون الحجيج وأنتم، رد علي يا ابني وخذ ما تشاء من المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال آتيك بزيد، فإن اختارك فهو لك بغير فداء، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له لقد أنصفت، راح جايب زيد بن حارثة. قال يا زيد هل تعرفني؟ قال نعم. قال هل تعرف هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت؟ فمن تختار؟ قال أختارك أنت، فوالله لقد رأيت منك شيء ما رأيته من أحد أبدا. أبوه راح قال له يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية وعلى كذا؟ قال يا أبته والله ما أنا بالذي أفارق هذا الرجل أبدا، لقد رأيت منه شيئا لا يخطر على قلب بشر. فقام النبي وصعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال أشهدكم يا قوم أن زيدا ابني يرثني وأرث. ثم نزل بعد ذلك تحريم التبني. زيد بن حارثة يختار النبي على أبوه وعلى عمه وعلى أمه وعلى قومه. سبحان الله، ميلاد النبي، ميلاد النبي كان نور على الكون ده كله. أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت النبي، وده أصح حديث جاء في رواية ميلاد النبي والمعجزات والإرهاصات التي حدثت عند ميلاد النبي، إن هي شافت نور بيخرج منها عند ميلاد النبي أضاء لها قصور الشام. يا الله، نور يخرج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم فيضيء قصور الشام. النبي هو النور، هو النور بنفسه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ببعث النبي وببركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الأمم الكافرة التي تكفر بأنبيائها قبل النبي كان ربنا بيستأصلها، يعني منهم من يخسف فيه، ومنهم من تأتيه الصيحة، ومنهم من تأتيه الرجفة، ومنهم من يغرق، ومنهم ببعثة النبي رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة، أجل عذابهم إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر ولكل الكون ده كله، بل وللإنس والجن صلى الله عليه وسلم. قال فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا، وأجل عذابه إلى يوم القيامة. ثم تلا قول الرب العلي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخويا وحبيبي، عايزين نتكلم فعلا عن ميلاد النبي، بس ميلاد النبي عمره ما كان بأن احنا هناكل حلاوة ونهيص وننبسط وناس تغني وترقص، عمر ما غنى ده احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحتفل بمولد النبي عايزك تشوف سنة النبي وتطبقها، عايزك تجيب ولادك وتقرأ لهم سيرة النبي، عايزك تعرفهم مين هو النبي، عايزين نعرف، عايزين نجدد البيعة مع رسول الله. الأخوات اللي لسه ما لبسوش حجاب جدد البيعة في ميلاد النبي، قولوا له هي دي هديتك يا رسول الله. احنا لو حبينا حد من أهل الدنيا بنقول له يوم ميلادك، وإن كان الموضوع يعني مش عايزين نخش فيه، لكن يوم ميلادك جايبين لك هدية، أكل وشرب وساعة وعربية ومش عارف إيه. احنا هديتنا للنبي أغلى من كل ده، هديتنا للنبي إن العاصي يتوب، هديتنا للنبي ان الكافر يسلم، هديتنا للنبي ان اللي ما بيصليش يصلي، هديتنا ان اللي مش محجبه تتحجب، هديتنا للنبي اللي بيعق والديه يبر والديه، هديتنا للنبي ان احنا نرجع ونتوب لربنا سبحانه وتعالى، هديتنا للنبي ان احنا في الفاصل نصلي على النبي. نرجع لكم بعد الفاصل.
يسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. هنحتفل احتفال أهل السنة، عايزين نعيش سنة النبي، عايزين نعيش محبة النبي، عايزين من النهاردة نقدم هدية من التلات دوت للتلات اللي جاي. اسعدوا قلبي بالله عليكم الجروب اللي موجود على الفيسبوك، جزاهم الله خيرا، وصلت 6000، ربنا يحفظهم ويزيد ويبارك يا رب العالمين. عايزين نتجمع على محبة النبي، عايزين نصلي على النبي من التلات ده للتلات اللي جاي كل يوم 1000 مرة بالله عليكم، دي وصية ربنا يبارك فيكم. عايزين إن شاء الله كل واحد يبعت لنا يقول قدمت ايه هدية للنبي في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. عايزين ركعتين قيام ليل، عايزين نصوم 2 وخميس، عايزين ان شاء الله نصلي على النبي 1000 مرة كل يوم، عايزين ان شاء الله نقدم هدية حقيقية، عايزين نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف في عجالة سريعة علامات محبة النبي، وان كان اللقاء لن يسعنا، يعني الموضوع محتاج يعني ان احنا نتكلم كتير جدا، لكن عشان ارتبطنا بموضوع العقد والزواج هنحاول بقدر الامكان يعني نلم الموضوع في دقائق معدودات. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بذل النفس والمال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضرني موقف سيدنا علي بن أبي طالب، موقف جميل قوي قوي، يوم ما طلب النبي منه صلى الله عليه وسلم انه ينام مكانه في ليلة الهجرة، فاكرين حضراتكم طبعا وعارفين الموقف الجميل دوت، وقال له يا علي نام مكاني ولن يخلص عليك مكروه، بل انا اقسم بالله غير حانث ان شاء الله جل وعلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو قال علي بن ابي طالب يا علي نم مكاني وستقتل لقال علي يا اهلا ومرحبا بالموت في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم كان بيتمنوا يفدوا النبي بحياتهم. خد بال حضرتك وخد بال حضرتك انه كانوا بيصدروا كلامهم مع النبي، اول جمله يقولوه هم بيكلموا النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فداك نفسي وروحي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. كان الكلام ده كانوا بيصدروا بيه أي جملة يقولها له أنه يصدروه بكلمة فداك أبي وأمي، لأن الأم والأب أغلى الناس في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة يعني مش عارف أقول لك إيه، يعني حاجة غالية جدا جدا، أغلى ما في حياة الإنسان الأب والأم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لك أن تتخيل موقف أبي بكر في الهجرة، وكلكم عارفين الموقف، رايح مع النبي، هو عارف ان السيوف مستنياه، عايزين يقتلوه وعايزين يقتلوا النبي، وخلاص قالوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا. وابو بكر يمشي قدام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، النبي مستغرب ايه اللي بيعمله ابو بكر، فيقول له يا ابا بكر ما بك؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيينك فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. يقوم النبي يقول له بقى الكلمة الجميلة والاختبار الحقيقي، يا أبا بكر لو كان شيء، لو كان في أذى أو قتل أو أي حاجة، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك أنت دوني يا أبا بكر؟ قال أجل والذي بعثك بالحق، لم يتردد، أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. يوصل أبو بكر للغار يقول له انتظر يا رسول الله فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ويلاقي فيه 3 فتحات في الحيطة، يشق طوب نصين ويحطهم في الفتحتين وتبقى فتحة واحدة، ينام على الأرض ويسدها برجليه، ويدخل النبي ويحط رأسه صلى الله عليه وسلم ويحط خده على رجل أبي بكر ويرتاح وينام صلى الله عليه وسلم، ويجي حاجة من الجحر وتلدغ أبا بكر، وأبو بكر بيبكي والدموع حرة والألم شديد، والدموع تروح نازلة كده بكل حنان وتحنان على خد حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول ما نزلت الدموع النبي صحي فقال له ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي حملك ألا توقظني؟ ما قلتليش ليه؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، أنا أموت بس أنت ما تقلقش أبدا يا رسول الله. ويمشي مع النبي ويلاقي النبي جعان ويخليه يرتاح في السكة تحت شجرة، ويروح لراعي غنم ويقول له انفض ضرع الشاة وصف اللبن، وياخد اللبن ويصح النبي ويقول له اشرب يا رسول الله، فيشرب، اشرب يا رسول الله، اشرب، اشرب يا رسول الله، اشرب. يقول فشرب النبي حتى ارتويت، هو اللي شرب لحد ما انا حسيت بالري. هو ده الحب، هو ده الحب بجد.
مش الحب ان انا اقول بحبك يا رسول الله لكن مش هتبع سنتك، بحبك يا رسول لكن مش هلبس حجاب دي حاجة ودي حاجة، بحبك يا رسول لكن عمري ما هسجد لله. لا، لو بتحب النبي لازم تطيع ربنا ولازم تمشي ورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، من اجل المشاهد العجيبة اللي بتأثر فيا وفعلا بتخلي الواحد فعلا جسمه أشعر، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما الرماة عصوا أمر رسول الله في غزوة أحد، واستطاع خالد بن الوليد لما لمحهم هم نازلين الأربعين من على الجبل وفضل عشرة، استطاع أن هو ينقض على الصحابة ويلف من حوالين الجبل ويقتلوا 70 واحد من خيرة الصحابة، وكان عملوا شراك كده مصيادة للنبي وقع فيها صلى الله عليه وسلم، فجحشت ركبتاه وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. داخل النبي خلاص تعب، وإذا به ينادي على الصحابة، المشركين عايزين يقتلوا النبي يا مسلمين، المشركين عايزين يقتلوا النبي، والنبي ينادي على الصحابة. يجي له 9 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، يقوم النبي يقول المكافأة الكبيرة جدا اللي جايله بالوحي في اللحظة دي، يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة، اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنة، يا ريتنا كنا مع النبي في اللحظة دي، كنا قدمنا أرواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة، 7 من الأنصار كل واحد يخش لوحده يقاتل جيش كامل فيتقتل، والتاني يخش يتقتل، لحد السابع كان اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، لما اتقتل قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي وبصله ومات، كأنه بيقول له انا وراك يا رسول الله، لحد اخر قطرة في دمه. حزن النبي وقال لطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ما انصفنا اصحابنا، ثم نثل كنانته، طلع السهام اللي معاه وادها لسعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. سعد بن ابي وقاص رمى النبال اللي معاه كلها وبكل نبل يقتل مشركا، لكن النبال خلصت وما بقي معه إلا طلحة بن عبيد الله. فنظر النبي لطلحة وقال يا طلحة من للقوم، عايز يقول له ما فضلش غير أنا وانت، حس معايا بالمشهد ده وحط نفسك مكان طلحة. النبي بيقول لك ما فيش غير أنا وانت، هتدافع عني ولا هتسيبني؟ ولو سبتني انت معذور، لان انت هتقاتل جيش كامل ازاي، لكن لو هتقف معايا هتفوز فوز كبير قوي قوي. طلحة بن عبيد اللي دخل ولوحده بيقاتل جيش، يا جماعة جيش كامل قدام طلحة بن عبيد الله. دخل فأول ما دخل ضربوه بالسيوف، قطعوا له صوابعه الأربعة، فقال حس من شدة الألم. يروح النبي يشجعه ويقول له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك، وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. ويدخل طلحة يقاتل ويرجع والنبي قاعد على الأرض، فيشيل النبي ويرجع بظهره، فلما يلاقي المشركين قربوا منه يحط النبي ويقوم يقاتل. فضل كده لحد ما انضرب 39 ضربة بالسيف. عيدها تاني، هعيدها لك تاني. اتضرب 39 ضربة بالسيف وهو بيدافع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حد ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي، ايديه اتشلت، ايدين طلحة بن عبيد الله فعلا اتشلت، وبعدين مش قادر يشيل النبي، فالنبي فاق وطلع على الصخرة وقال كلمته المعروف، فقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. يا الله، يقول أبو بكر كلما ذكر يوم أحد أمامي أقول والله ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. هو ده الحب، والحب ما كانش عند الكبار وبس، ولا كان عند النساء وبس، كان حتى عند الأطفال الصغيرين. تخيل الأطفال الصغيرين كان عندهم حب عجيب جدا للنبي، زي ما أطفالنا حبايبنا اللي قاعدين قدامي دلوقتي، زي ما أنا عارف ومتأكد يقين أنهم بيحبوا النبي، وما فيش حد عندهم أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في صبي صغير اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وصبي اخر اسمه معوذ ابن عفراء، الاثنين سمعوا ان ابا جهل بيسب النبي، ما قدروش يتحملوا، فراحوا في يوم بدر، هم عارفين ان النبي مش ممكن يسمح لهم يقاتلوا لسه صغيرين،
فراحوا واقفين متداريين في عبد الرحمن بن عوف والحديث البخاري، فقالوا له واحد منهم ارحمناتي كده، قال له يا عم، قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال هل تعلم ابا جهل؟ قال اجل، وماذا تريد منه؟ قال سمعت انه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي، يعني جسمي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا، والله ما هسيبه لحد يا اما انا اموت يا اما هو يموت. فتعجب ابن عوف. وبعدين شوية راح التاني راح مناديه سرا من صاحبي، بيقول له بالراحة كده يا عم، قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال هل تعلم أبا جهل؟ قلت أجل، وماذا تريد من أبا جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، والله لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. يقول ابن عوف بدأ الجهاد فرأيت أبا جهل يزول في الناس، لقيته بيتحرك كده، فقلت للغلامين أتريان هذا الرجل شايفينه اللي قدامكم ده؟ قال بلى. قال هذا أبو جهل الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. وإلا اتنين فرحانين جريوا على النبي قالوا له يا رسول الله، كل واحد يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله، والتاني يقول له أنا اللي قتلته. فالنبي حب يطيب خاطر الصبيين الصغيرين، قال هل مسحتما سيفيكما؟ مسحتم السيوف بتاعتكم؟ قال لا. فأخذ السيفين وبص فنظر فإذا بدماء أبي جهل على السيفين، فقال كلاكما قتلا، انتوا الاثنين نلتم شرف قتل ابي جهل عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرعون هذه الامه. الله اكبر، غلامين صغيرين فوزوا بهذه المنقبه. يا ترى اخويا وحبيبي واختي الفاضله، حد فينا فعلا لو كان في المواقف ديت كان عنده استعداد يضحي بحياته عشان خاطر النبي؟ احنا في امتحان حقيقي بجد. طب يا جماعه، ده النبي ما طلبش منكم دلوقتي تضحوا بحياتكم، طلب منكم تتبعوه، واتبعوه لعلكم تهتدون. اتباع النبي، يعني سبحان الله، الهداية كلها في اتباع النبي، والرحمة كلها في اتباع النبي، والخير كله في اتباع النبي، والجنة كلها لن تكون إلا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا في امتحان حقيقي بجد، يا ترى هنتبع النبي وهنتبع سنته ولا لأ؟ احنا عايشين في امتحان، والامتحان دوت ملوش مدة محددة. تخيل حضرتك لو دخلت امتحان وقالوا لك الامتحان دوت، يعني وان كان سهل شويه لكن مش محدد الوقت، يعني ممكن الورقه تتشد بعد 5 دقائق او بعد نص ساعه او بعد ساعه وممكن بعد 60 سنه، مفيش مشكله. وانت قاعد بتمتحن وعمال بتكتب، فجاه لقيت واحد بيصرخ، قلت فيه يا جماعه؟ قالوا لك اللي وراك اتشدت ورقته بعد 5 دقائق، فانت اتفزعت شويتين. لقيت واحد تاني بيصرخ، فيه يا جماعه؟ التاني اتشدت ورقته بعد ربع ساعه، وانت قاعد مرعوب. وضحت؟ احنا في الدنيا في امتحان، ملك الموت لو دخل على الواحد ما بيميزش بين صغير وكبير، ما فيش فرق يا جماعة. اللي بيجي أجله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتا ما بيأتي الأجل ملك الموت بياخد روحك، يعني بتتسحب ورقتك. فالحق نفسك أخوي وحبيبي. عايز أقول لك حاجة، إن إحنا اللي بيعصى ربنا واللي بيعصى أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، مشكلته الكبيرة إن اللي شافه وهو بيعصاه هو اللي هيحاسبه. هو مين اللي شافك وأنت بتعصاه؟ ربنا. وهو سبحانه وتعالى اللي هيحاسبك. يعني أنت في الدنيا لما بتعمل جريمة وتيجي تقف قدام القاضي ويقول لك قول والله العظيم أقول الحق، بتقول له والله العظيم أقول الحق، وممكن تكون ارتكبت جريمة تقول له والله ما حصل، والله ما عملت، والله ده أنا كنت مسافر، والله. فالقاضي ما شافكش فبيحكم بناء على اللي بيسمعه وعلى اللي بيشوفه. لكن فاطر السماوات والأرض اللي مطلع عليك، اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللي يعلم السر وأخفى، هو اللي شافك وانت بتعصاه، وهو اللي هيحاسبك. فلو قلت له ما حصلش هيقول لك كذاب، أنا شفتك. سبحان الله. وعايز أقول لك حاجة، لو واحد ارتكب نفس المعصية اللي بتعملها، أو لو واحدة ارتكبت نفس المعصية اللي أنت بتعملها، ربنا يا رب يعافيكوا حبايبي، رب يبارك فيكوا. لو واحد بيرتكب نفس المعصية اللي أنت بتعملها ودخل النار وتعذب بنفس المعصية ورجع مرة تانية للدنيا عشان يحكي لك اللي شافه في النار، أنت ممكن بعدها تتجرأ على معصية ربنا؟ أنا ما أظنش كده أبدا. عشان كده بقول لك، عمرك تخيلت نفسك إن أنت كنت في السفينة، سفينة السلام 98 اللي غرقت وفضل غرق بسبب الموضوع ده 1100 واحد، وبعدين سبحان الله منهم ناس قعدوا 48 ساعة في المية، أسماك القروش حواليهم، الأمواج كانت وصلت 8 و9 و10 متر، الظلام دامس جدا لأن القمر كان هلال، المية متلجة في عز طوبة، ورغم ذلك 48 ساعة وجالك قارب الإنقاذ وقال لك همدلك الحبل بس بشرط، يا اللي ما بتصليش هتصلي؟ هتعمل ايه؟ هتصلي. يا اللي مش محجبة هتتحجبي؟ طبعا هتحجب.
هنعمل كل ده عشان خايفين من المية؟ امال نعمل ايه عشان خايفين من النار؟ ربنا يعافينا وعافيكم. فاصل قصير، صل على حبيبك، نرجع لك مرة تانية. ود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا وتاج راسنا وروح قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي، من علامات محبة النبي بذل النفس والمال والروح من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفنا قد إيه من الصحابة زي أبو بكر الصديق اللي تصدق بكل ماله كله، والنبي بيقول له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وشفنا قد إيه النبي لما آخى بين المهاجرين والأنصار، قد إيه سعد بن ربيع راح لعبد الرحمن بن عوف وقال له إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ نصف مالي وعندي زوجتان أطلق واحدة منهما، يعني اللي أنت عايزها، وإذا مرت عدتها تزوجتها أنت. فقال بارك الله في أهلك ومالك، إلى آخر القصة. لك أن تتخيل كانوا بيضحوا بكل ما يملكوا بالغالي والنفيس وبأي شيء ابتغاء مرضات الله ويعني دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن علامات حب النبي عليه السلام الخوف على النبي من أي مكروه. كان في يوم من الأيام كان عارف الصحابة أن ملك غسان كان بيعد العدة من أجل أن يغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل قتال المسلمين وقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب كان ليه صديق حبيب مقرب إليه، كان دايما يروح له، وعمر بن الخطاب بيروح له. فجأة طرق الباب ليلا بشكل مفزع جدا، فعمر بن الخطاب اتخض ففتح الباب وقال ماذا بك؟ قال شر. قال أجاء غسان، يعني ملك غسان جه وغزا المدينة؟ قال بل ما هو أشر من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كانت إشاعة، النبي ما كانش طلق أزواجه، لكن شوف كانوا بيعتبروا أن كون النبي طلق أزواجه ده أشد على الصحابة من أن ملك غسان يغزو المدينة ويقتل كل اللي في المدينة، لأن تكدير خاطر النبي كان أشد في نفوسهم من قتل النفوس. يا سبحان الله على مدى محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ومواقف كتيرة جدا جدا لك أن تتخيل، يعني أبا طلحة الأنصاري لما كان في غزو أحد كان يحط صدره أمام السهام ويقول له يا رسول الله لا تشرف، ما تبصش يا رسول الله، نحري دون نحرك. وسماك بن خرش اللي هو أبو دجانة لما تترس حول النبي لف جسمه حوالين النبي وبقت السهام عمالة تترشق في ظهره لحد ما أصبح زي القنفط كده من كتر السهام اللي طالعه منه، كل دوت عشان ما فيش جرح يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. شفنا قد إيه ضحوا بنفسهم وضحوا بحياتهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن العلامات ومن ضمن علامات محبة النبي عليه السلام تمني رؤية النبي. في حد فينا ما نفسوش يشوف النبي؟ ده كل إنسان في الدنيا والله حتى العصاة الكون ده كله نفسه يسعد ويعني ويفرح وينشرح صدره برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وأبشركم بحديث في غاية روعة، حديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنهم، خد بالك بقى، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني.
النبي بيقول أشد الناس من أمتي لي حبا، أكتر ناس بيحبوني ناس هيجوا من بعدي، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه يراني. والله نتمنى فقد كل شيء في الدنيا يا رسول الله، وإن احنا نشوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحضرني الحديث الرقيق جدا، الحديث الذي رواه مسلم، إن النبي كان ليه واحد اسمه ربيعة. ربيعة ده كان بيعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حب النبي يكافئه، النبي ما كانش يعني يسمح لحد يعمل له أي حاجة إلا ما لازم يرد له هذا ويكافئه صلى الله عليه وسلم. فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: شوف، بدون تردد. ربيعة خد بالك، يعني أديك بس CV بسيط كده عنه. ربيعة كان عمره 17 سنة وما كانش اتجوز، وكان فقير، وكان من أهل الصفة، وما عندوش بيت، وما عندوش عفش، وما عندوش أي أكل حتى، ونفسه يتجوز. فلو النبي بيقول له نفسك في إيه؟ الطبيعي نفسك اتجوز شقة وعروسة، واضح كده؟ لكن قال له إيه؟ بدون تردد. النبي بيقول له: سلني شيئا يا ربيعة. ما قالوش أسألك الجنة، لأ، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي حب يرجع، فقال: أو غير ذلك؟ حاجة تانية يا ربيعة. قال: هو ذاك يا رسول الله. يروح النبي ما قالوش بقى عفارم عليك، كويس ان انت بتتمنى تكون معايا، خلاص كده مش مهم ان انت تعمل ايه، المهم ان انت تكون معايا. لا، دله على العمل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. واسجد واقترب، كل ما تنزل تحت، كل ما تطلع فوق. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، كل ما بنتواضع، كل ما بنزل نفسنا لله وننكسر بين يدي الله، ربنا بيكرمنا وبيحبنا وبيرفع قدرنا. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ربنا يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أخويا وحبيبي، لك أن تتخيل أن مش إحنا بس اللي بنحب النبي، ده الجمادات والكون ده كله حب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابن مسعود، أن ابن مسعود كان بيقول: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وحديث البخاري عن ابن مسعود، ابن مسعود بيقول: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. قبل ما النبي يبقى نبي كان يعدي من قدام حجر، والحجر يقول له ايه؟ السلام عليك يا رسول الله. النبي يبص يمين شمال مش لاقي حاجه، لحد ما في مره بص لقى الصوت جاي من الحجر بيقول له: السلام عليك يا رسول الله. النبي بيقول: انا عارف الحجر ده وممكن اشاور لكم عليه. النبي في يوم من الايام يعدي من قدام جبل احد ومع الصحابه ويقول لهم كما عند البخاري: احد جبل يحبنا ونحبه. لما بروح السعوديه بمر كده من قدام جبل احد بقول له: بحبك حب ما تتخيلوش، لأن النبي بيحبك ولأنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحد جبل يحبنا ونحبه. في البخاري ومسلم أن النبي يطلع فوق جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان، فالجبل فرحان، هو الجبل اللي يحس طبعا. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكون كله يسبح ويسجد لله سبحانه وتعالى. فالجبل فرحان بقدوم النبي فاهتز، فلما اهتز قال النبي له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الجمادات كلها تفاعلت من أجل محبة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايز أختم درس الليلة دي، وعايز أسألك سؤال: يا ترى لو النبي شافك بجد والله، وراجع نفسك، وراجع نفسك، اوعى تنسى هدية النبي، اوعى تنسى ان انت تقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. اوعى ننسى نصلي على النبي كل يوم 1000 مرة واحنا اتفقنا مع بعض. اوعى ننسى ان احنا نصلي قيام ليل، اوعى ننسى نصلي اثنين وخميس، اوعى ننسى ان احنا نصوم اثنين وخميس، اوعى ننسى ان احنا نسبح ونذكر ربنا ونحمده على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، لو النبي شافك هيحبك، ولو النبي شافك هيحبك. يعني لو رآك لأحبك. ابن مسعود قابل تلميذه الربيع بن خثيم وقال له جملة عجيبة قوي، قال له: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك، والله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ربيع بن خثيم كان لما يدخل السوق ويشوفوا التجار ويشوفوا نور وشه الجميل ده كانوا يسبحون ويكبرون ويهللون. وكان أحد أصحابه يقول له: والله يا ربيع، إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا بنظرة في وجه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، النبي عليه السلام في يوم غزوة خيبر، والحديث في البخاري ومسلم، قال للصحابة جملة عجيبة قوي، قال لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان الرجل ده مين؟ علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب اللي بيكره الإمارة وبيكره الخلافة بيقول والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، لأن النبي قال عن هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي بن أبي طالب هو الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث أختم به جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي، وعايزك تتأمل الموقف الجميل العجيب ده اللي أنا عن نفسي بتمنى أن أكون اللي فاز بالموقف ده ومش عايز حاجة بالدنيا أكتر من كده. النبي في يوم من الأيام قابل معاذ ابن جبل، إن شاء الله نتلقى صلاتكم بعد 3 دقائق بالضبط. قابل معاذ ابن جبل فقال له يا معاذ والله إني لأحبك. الله، هو النبي مش محتاج يقسم لأنه هو الصادق الأمين، شهد بذلك المسلم والكافر. أبو جهل شهد للنبي بأنه هو الصادق الأمين، قال له والله يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ ألا لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ما تخلص التشهد وقبل ما تسلم تستعيذ بالله من 4 وتطلب من ربنا 3 حاجات. خد بالك، تسأل مولى عز وجل، تستعيذ تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وبعدها مباشرة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسلم. يا سلام، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يتحب بجد. في حد في الدنيا يقدر ما يحبش النبي؟ بنهدي الحلقة ديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده، بنقول له يا رسول الله هديتك يا رسول الله البسيطة جدا جدا، الحلقة دي قلب موصول بحب الرسول، وبقول لك يا رسول الله وبوعدك يا رسول الله ان كل مسلم قاعد قدامي دلوقتي، كل مسلمة قاعدة قدامي دلوقتي، يقينا يقينا هتقدم هدية، ويقينا هيجددوا البيعة مع رسول الله، هيجددوا البيعة معك يا رسول الله، هتسمع كل يوم يا رسول الله. كل مسلم قاعد قدامي وكل مسلمة قاعدة قدامي هتسمعهم كل يوم بيصلوا عليك 1000 مرة من يوم الثلاث ده ليوم الثلاث اللي جاي لحد ما نلتقي، عشان ندعي لهم كلهم، وهندعي لهم حتى من قبل ما نلتقي. ربنا يبارك فيكم رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. الكلام عن محبة النبي ما ينتهيش، لكن يعني عشان بس يبقى في وقت لاتصالاتكم، الأستاذ كامل من الأردن، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك تامر صبحي مش كامل. تامر، استاذ تامر، السلام عليكم. اولا انا متشرف اني سمعت صوتك يا فضيله الشيخ. الله يعز حضرتك ويبارك فيك. ما شاء الله عنك، يعني طريقه اسلوبك في الكلام وطريقه اسلوبك في الحديث ربنا يعزك، جدا جدا مشوقه. الله يجزيك عنا كل خير ونحبك بالله والله يا شيخ. حبك الذي احبتني فيه، وارجو انك تدعي لنا وتضلك متواصل معنا في الاحاديث الجميله هاي. ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. الله يخليك يا شيخ. وحضرتك تدعي لنا ربنا يثبتنا ويصرف عنا كل مكروه ويقوينا على الدعوه، واحنا يعني انا بقول يعني انا بعتبر نفسي خادم لكل مسلم، والله ربنا بس يقوينا ونقدر نقدم للمسلمين اكتر واكتر. والله يا شيخ انه يعني مش مجامله، يعني انا من جديد اتبع للقاءات اللي بتجيبها حضرتك، فما شاء الله عنك ما شاء الله، يعني الله يحفظك يا شيخ. الله يبارك في حضرتك ويعزك، وسلامنا لاخواننا في الاردن، ربنا يبارك في اعمارهم جميعا يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ، جزاكم الله خيرا يا استاذ تامر، ربنا يحفظ حضرتك يا رب. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك. الله يخليك يا استاذ احمد، وانت يعني سنه الرسول في وشك، انا شايفك دلوقتي ومطفي التلفزيون. ربنا يبارك فيك يا رب. ابتسامتك دي، انت كنت حكيت مره حكايه عن الست اللي اسلمت. الله اكبر. انا ومراتي واولادي من عشاق حديثك. الله يبارك فيك، وربنا يكثر من امثالك. ربنا يحفظك يا ربنا يحفظك يا رب للامه الاسلاميه كلها يا رب، وتمشي على خطواتك ومالكش دعوه بحد. الله يبارك فيك، واسلوبك ده هو اسلوب النبي عليه افضل عليه الصلاه والسلام. ربنا يخليك، ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب. الله يخليك يا استاذ احمد، وان شاء الله كده نشوفك يا رب يا رب في احسن صحه واسعد حياه. ربنا يجمعني معاك يا استاذ احمد، انت واسرتك كلها على حوض النبي ان شاء الله. ربنا يخلي، انا عندي بنت محجبه وبتلبس عبايات ما شاء الله، وولدي ملتحي ما شاء الله، يعني ما شاء الله شويه. ربنا يبارك فيكم. بنت بتحضر ماجستير ما شاء الله، هياخد بكالوريوس السنه دي ما شاء الله. دي نعمه ربنا، وانا حامد ربنا على كل حاجه. يا رب يبارك لك فيهم يا رب. احنا في نعم فعلا زي ما انت بتقول، ربنا يبارك لنا فيه. يا رب يبارك فيك يا استاذ احمد. انا بنتكلم دلوقتي ومتخيل كده، واحنا ان شاء الله النبي بيسقينا انا وانت. يا رب امين يا رب العالمين، ربنا يحفظ اخويا ويبارك في عمرك، جزاكم الله خير يا استاذ احمد. مين معانا يا استاذ شريف؟ ابو احمد. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أحمد. نعم، كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك ويسترك، الحمد لله بخير. أطال عمرك وبارك فيه. نحن نقرأ مؤلفاتك القيمة ونستفيد من آفات ثقافتك الواسعة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. كنا نقول إن أمكن أن تتكلم العربية الفصحى لنستفيد، نحن لسنا العرب. استعمالك اللهجة المصرية تضيع عن كثير مما تقول. نعم ربنا يبارك فيك. حاضر. وليتك تستعمل العربية الفصحى كما كنت تكتب في مؤلفاتك. أنا هقول لك أبو أحمد على وجهة نظري، ربنا يبارك فيك. يعني إيه يعني سبحان الله، دائما أنا بحاول أخاطب الطبقة الكبرى. أنا الحمد لله رب العالمين يعني مش عاجز أن أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى، لأن أنا لي 147 مؤلف بفضل الله كلهم باللغة العربية. بس المشكلة أني أخاطب يعني الطبقة الكبيرة من المسلمين، أغلبهم يتحدثون اللغة الدارجة البسيطة، فأنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أقرب الدعوة بالأسلوب البسيط عشان يفهموني. وإلا لو تكلمت باللغة العربية الفصحى هيفهمني فئة معينة، والفئة الكبيرة جدا أو المساحة الكبيرة جدا، وصلت طبعا حقيقة واضح يعني، والفئة الكبيرة جدا ممكن ما تكونش فهماني. فأنا بحاول بقدر الإمكان، والله ليس عجزا عن الكلام باللغة العربية، لكن بحاول أبسط. يعني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلسان قومي الآن بلسان بسيط، بنحاول بقدر الإمكان، وسؤال حقيقة طبعا واضح، فبحاول بقدر الإمكان أن أوصل الدعوة بلسان قومي اللي هم الناس البسطاء، عشان نفس الناس دولة ربنا يكرمهم نبيهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيهم في الجنة، وربنا يجمعنا وإياك يا أبو أحمد في الجنة. الأستاذ عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحب حضرتك قوي والله. أحبك الذي أحببتني فيه. لو سمحت كنت عايز أطلب من حضرتك هدية أنت بقى اللي تقدمها للنبي. أيني؟ إنك تصلح ما بين الأستاذ عمرو خالد والأستاذ مصطفى حسني، وبين بقى الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان، وإن يعني تصلح ما بين الناس دي، لأن الناس دي يعني أنا عايز اللي في شد ما بينهم وكده. ربنا يبارك فيك. حضرتك بقى يعني خد الثواب بتاعهم واصلح ما بين الناس دي، لأن حضرتك طبعا أعلم مني اللي هم في شد ما بينهم وكده. ربنا يخليك يا أستاذ عمر. أولا يعني كل الدعاء إخواننا وحبايبنا، والله يعني الحمد لله إحنا بنتقرب إلى الله بحب كل إخواننا الدعاء، وإن كان في خلاف بين داعية أو بين آخر إحنا بنقول وبندعوهم من هنا، والله إن الكل يعني يتصالح ويتصافى، ويعني وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، ويحفظ الجميع وينفع بالجميع يا رب العالمين، ويفتح بهم قلوب المسلمين يا رب العالمين. يعني إن شاء الله ننسى الخلافات وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. إحنا يعني بنقول وبندعو كل دعاة الأمة إنه يتكتفوا ويحبوا بعض ويعينوا بعض، ولو في حد أخطأ، وما حدش فينا ما بيخطئش، لو حد فينا أخطأ ناخد بعض في حضن بعض ونصلح أخطاء بعض ونعين بعض، وما فيش مانع إن إحنا يبقى اتصالاتنا ببعض. وقبل ما أدي الدرس إيه المانع إن أنا أتصل بأخويا من الدعاء واستشير وأسأله ويستشيرني ويسألني، ويبقى في ما بيننا كده ألفة ومودة، ويبقى كلنا كده أسرة واحدة. ربنا يبارك في جميع رب العالمين. طلبة جميلة أستاذ عمر. السلام عليكم. أستاذ محمود من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك. الحمد لله بخير. اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله اخي العزيز، ربنا يعزك. يعطيك الصحة يا رب يا فضيلة الشيخ. يا رب احنا وانت كمان. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. لو اولا لو سمحت عايز رقم تليفون حضرتك. تحت امرك، تاخده بالكنترول. عينيا. حاضر. الله يجزيك خير. اتفضل. ثانيا لو يا ريت تدي نصيحة للشباب بس. حاضر. يا ريت بعد حضرتك تدي نصيحة للشباب. عينيا. حاضر. اسمعني. بالنسبة للسعيد اللي هتتكلم عنها دي. انا نصيحتي للشباب الحقيقة بقى في هذه المناسبة الجميلة، إن بالله عليكم ياريت كل واحد فيكم يجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام ويقرأ سيرة النبي، يعرف حبيبه. شوف أنت لما بتحب، سامحني يعني، لعيب كورة ولا فنان ولا غيره، وبتقرأ عن إن في كتاب بيقول قصة حياة الممثل أو قصة حياة الفنان أو اللاعب ده، بتجيبها وبتحرص عليه. لا، من باب أولى بقى تجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام، تقرأ سيرة حبيبك وتعرف حياته، تضحياته، أخلاقه، معاملاته، غزواته، تعرف كل حاجة عنه، عشان هتحبه أكتر وأكتر لما تعرف سيرته وتعرف قد إيه هو ضحى صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نبقى مسلمين. أكيد ساعتها هتلاقي نفسك بتنقاد إن أنت تتبع سنته وتمشي وراه. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. الأخت مها، السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله احنا بنحب حضرتك في الليل. ربنا يحبك ويسترك. بعد اذن حضرتك، اتفضل. والله انا بس عندي سؤال بس يبعد عن الحلقه شويه. اتفضلي. والله انا قاعده في البيت مع حماتي وكده، وجوزي يعني في بيت عيله. نعم. بس انا منفصله في شقه لوحدي. نعم. حماتي على طول عامله لي مشاكل، وعلى طول يعني دايما ما حاسسه جوزي ان انا وحشه،
جوزي شويه بقى كويس معايا وشويه طبعا يلتجئ لها. هي اصلا حماتي متوفيه وحمايه، بس والدته وحماتي هي اللي موجوده. نعم. فانا كنت عايزه بس استفسر من حضرتك اعمل معاها ايه؟ هي ست كبيره بس. هقول لك حاجه بسيطه جدا يا اختي مها، السؤال واضح. هقول لك حاجه على حاجه صغيره خالص. احنا بنقول عايزه حد يقدم هديه للنبي عليه السلام، قدمي هديه للنبي عليه السلام بان انت فعلا يعني تعتبرها زي امك، ما تتعامليش معاها لانها حماتك. عارفه لو اتعاملت معاها انها حماتك لا يمكن، هيبقى في جدار فاصل ما بينك وما بينها. انا عايزك تاخدي هديه حلوه كده وتروحي لها وتقبلي راسها وتقولي لها انا بنتك وانت امي وربنا ما يحرمنيش منك مهما كانت يعني عاتيه ولا جباره ولا حتى يعني معاملتها صعبه، اكيد قلبها هيرق ويلين. وحاولي بقدر الامكان تتالفي قلبها بالهديه وبالمعامله الطيبه. مين معانا الشريف؟ استاذ لميا من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده جدا اني اتصلت بيك اليوم. ربنا يسعد قلبك ان شاء الله. مده وانا احاول اتصل بيك. ربنا يحفظك يا رب ويسعد قلبك بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. والله يا شيخ انا الحمد لله اكرمني ربنا اني متجوزه ما شاء الله، وزوجي الحمد لله انسان صالح ربنا يحفظه لك يا رب. لكن للأسف ربنا ابتلاني أن حرمني من نعمة الأولاد الذرية. ربنا يرزقك يا رب. والله العظيم أنا في الحقيقة بتألم وعايزة تديني نصيحة لأصبر واصطبر على هذا البلاء. هقول لحضرتك الحل كمان، ده انا مش هقول لك نصيحه بس، ده انا هقول لك على الحل. الحل يا اختي لمياء ربنا يبارك فيكي ان انت تكثري انت وزوجك من الاستغفار. انا احيانا بشوف على البار بتاع بعض القنوات ان كاتبين وصفه او ذكر معين للزواج وذكر معين للخلفه، الكلام ده كله طبعا كلام غير صحيح، لكن الوصفه الحقيقيه فعلا هي كثره الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، والبنين مش هياتوا الا من خلال الزواج، يعني معناها يرزقك بزوج صالح وذريه صالحه. الوقت خلص الشريف. طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ده كان اخر سؤال وان شاء الله ميعادنا اوعى تنسوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعه 9:30 بتوقيت القاهره ان شاء الله، والدرس هيكون لمده ساعه ونص، ساعه للدرس ونص ساعه للاسئله. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان.